أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شخص يملك محلا تجاريا، وجاء إليه رجل يريد استئجاره، فقال له: خذ هذا المحل وبيع فيه ولي من الربح 40%، ولي من الربح 40% مقابل استئجارك محلي. لا، هذه ما هي بإجارة، ما تصلح. الإجارة أن تكون بأجرة معلومة محددة تسمى إجارة، أما الشركة لها حكم آخر. نعم.